فتحي سرور قامة كبرى من قامات القانون، ونسأل الله أن يتقبله ويغفر له ويرحمه ويلحقه بالصالحين جزاء ما قدم للعلم من خدمات جليلة وللبلد. توفي ليلة 27 في أواخر رمضان، هذه أيام القبول، نسأل الله له القبول إن شاء الله. الله يرحمه. يعني أنت اللي بتضرب عندك في ليلة نظنها أنها ليلة القدر، ألف رحمة ونور عليه. طبعا التواجد من كل المصريين بيعكس مدى تقدير وحب الناس لهذا الرجل. ألف رحمة ونور عليك. أنت بتقول يا فندم ولا تقول يا فندم. قال الله سبحانه وتعالى مصر فقدت رمز كبير من الرموز، ويبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه في هذا اليوم في العشر الأواخر، ووجود كل المصريين في هذا العزاء هو تكريم لهذا الرجل. بندعو له بالرحمه ولاسرته بالصبر والسلوان، وعوض الله مصر في هذا الفقير. سخر حياته لخدمه الوطن ولا جمال بيه البقاء لله و طويل جعلت من الشعب المصري جميعا الآن يشاهدون في هذه الجنازة الطيبة تعبيرا عن الامتنان لشخصه وعن تاريخه المشرف رحمه الله، ونعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري في وفاة واحد من أهم رجال القانون في مصر. كان هناك معاملات تجمع بين حضرتك حتى معاملات تشاركنا في العديد من المستوى المهني، فقد تزاملت مع أستاذي ومعلمي ومعلم الأجيال في العديد من القضايا، وعلى المستوى المهني على المستوى السياسي أيضا يعني عشرت الدكتور لدورتين في مجلس الشعب. السلام عليكم ورحمة الله. ألو ألو كابتن. مكملين مع حضراتكم التغطية من ملك الحسن الشربطي وتوديع جثمان الراحل الكبير الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وأحد جهابذة يعني القانون والمحاماة في مصر بل في الوطن العربي بالكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرزقه الفردوس الأعلى، من يجعل يعني عمله في ميزان حسناته. رب اللهم آمين.